ازدهرت كتابة المصاحف الشريفة في المغرب والأندلس، وتأخر تدوينها أكثر من قرنين من الزمان عن تدوينها في المشرق. وأقدم المصاحف التي جاءتنا من الأندلس أو المغرب لا يتعدى القرن الرابع الهجري، وكان أهل أفريقية والأندلس يسيرون في كتابتهم مسيرة أهل المشرق، ويحذون حذوهم في استخدام قلم الكوفة المحقق اليابس، وينقطون الحروف ويعجمونها على طرائق أبي الأسود الدؤلي والخليل بن أحمد الفراهيدي مع بعض التبديل والتغيير والتعديل. ولما غدت القيروان حاضرة المغرب ومهبط الفن في إفريقية وشبه الجزيرة الإيبيرية، انتقل إليها كتاب وعلماء وفنانون ومزخرفون ومذهبون، وقامت في المغرب نهضة خطية لا مثيل لها، وأسست مناهج ومدارس ومذاهب في الكتابة لا علاقة للمشرق بها، وتميزت بلاد الأندلس عما هو في بغداد في دخول المرأة هذا الميدان ونوالها شرف الكتابة كتابة المصحف الشريف، وكن النساء الأندلسيات في الدواوين يعملن كاتبات وخطاطات وفنانات، يعملن مع لبنى بنت الخليفة المستكفي التي وقع ابن زيدون الشاعر في هواها. وكانت فاطمة العجوز تنسخ لها بخطها الجميل الكتب وتخرجها مذهبة رائعة. وممن اشتهرت من النسوة ونالت شرف كتابة المصحف العظيم عائشة بنت أحمد وراضية مولاة عبد الرحمن الناصر لدين الله. وجاء في تاريخ الموحدين لدوزي أنه كان فقط في الروض الشرقي من قرطبة 170 امرأة لنسخ المصاحف، ومنهن من يتمتعن بالخط الجميل ويحق أن يحملن لقب ميفن. لقد كان المغرب في النصف الثاني من القرن السادس الهجري تحت حكم الموحدين بعد انقراض دولة المرابطين بقتل آخر ملوكهم تاشافين بن علي سنة 39 و500 هجرية، والموافقة لسنة 45 و100 ميلادية. ويعد القرن الثاني عشر الميلادي عصر امبراطورية الموحدين بلا جدال أكبر امبراطورية شهدها غرب البحر الأبيض المتوسط. نشأت دولة الموحدين على يد محمد بن تومرت الملقب المهدي، ودعا إلى القضاء على دولة المرابطين، ولما توفي سنة 24 و500 هجرية بايع أصحابه تلميذه عبد المؤمن بن علي الذي استولى على مراكش وفتح بلاد أفريقية ومد نفوذه إلى برقة، وخرج للجهاد في بلاد الأندلس. وفي عهده أمر بإخراج المصحف الإمام من قرطبة سنة 52 و500 هجرية، وهو أحد المصاحف الأربعة التي بعث بها سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إلى الأمصار، وقد اعتنى به الموحدون كل الاعتناء وأقاموا له كل زينة من تذهيب وكسوة، وقد تحدثنا عنه مفصلا في الجزء الأول من هذا البرنامج. نجح عبد المؤمن خليفة بن تومرت في أقل من 30 سنة في توحيد المغرب وغزو الأندلس والسيطرة على بني هلال في الجزائر وإعادة السلام إلى تونس، فأصبح يدعى له على المنابر من طرابلس حتى قشتالة، وسرعان ما وضع نظاما إداريا حازما استمده من النظام الأندلسي، ونشر الحضارة الإسلامية الأندلسية في شمالية أفريقية، وشجع خطاطي المصاحف
وقدم لهم المكافآت المجزية، وشع في عصره البنيان متألقا بطرازه الإسلامي، واضحا في هيئته ونمطه. ومثال ذلك مئذنة جامع الكتبية ومساجد تازة وتنمال. وواصل خلفاؤه صنعه، فأكمل أبو يعقوب المنصور قصبة مراكش، وأنشأ الحصن الموحدي، وشرع في بناء صومعة ومسجد حسان بالرباط، وخص الأندلس بأعمال بلغت حدا كبيرا من العظمة، مثل الخيرالدة وسور القصر. تولى الخلافة يوسف من سنة 58 و500 هجرية، فسار للأندلس وقاتل الفرنجة، وتوفي فيها متأثرا بجراحه سنة 80 و500 هجرية. وكان عالما شديد الاحتفال بالعلماء، عكف على دراسة الفلسفة. وفي عهده ظهر ابن رشد الفيلسوف الشهير، وجاء من بعده يعقوب، وسار للأندلس مرتين، انتصر فيهما في موقعة الأرك سنة 95 و500 هجرية. لم يكن الأمراء الموحدون من بعد يعقوب بمثل قوة آبائهم وشجاعتهم وجهادهم، فضعفوا وحل محلهم المرينيون في مراكش، ودولة بني عبد الواد في الجزائر، وبني حفص في تونس. ويمتاز عهد الموحدين في الأندلس منذ عبد المؤمن بشيوع كتابة المصاحف الشريفة ونبوغ آل غطوس في بلنسيا، كما شاهدنا ذلك في حلقة ماضية. أفل في المغرب العربي قمر الموحدين، وسطعت شمس المرينيين لتصور اللحظات الأخيرة للتجمع المغربي الأندلسي. والمرينيون من زناتة وينتسبون للأمير عبد الحق بن الأمير محيو، وهو أمير بن أمير إلى جد مرين. دخل المغرب من الصحراء من زاب أفريقية، موضع إمارته، عام 1600، وانضمت إليه قبائل البربر مطيعين له، فعظم سلطانه واتسع ملكه، ودامت إمارته 22 سنة، وقتل سنة 1400 هجرية. وفي عهد حفيده علي تمت معاهدة الصلح مع الإسبان، واشترط فيها إعادة المخطوطات من المصاحف الثمينة والكتب إلى قرطبة وإشبيلية، ولما تسلمها حبسها على المدرسة التي أنشأها في فاس، واعتنى بتأسيس المدارس حول جامعة القرويين، واشتهر بنسخ 3 مصاحف أهداها للبيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى. ويذكر المقري نقلا عن ابن مرزوق أنه أهدى نسخة من المصحف الشريف بخطه للملك الناصر قلاوون. لم يكن المغرب خلال هذه الفترة يسير على ما جاء به المشارقة من رموز في المصحف الشريف، وإنما كانت لهم شخصية مستقلة آثروا بها التميز في كتابة القرآن العظيم. وممن اشتهر منهم في قرطبة، وكانت من أكثر البلاد التي استنسخ فيها القرآن العظيم، محمد بن إسماعيل الذي يكتب المصحف في أسبوعين، ومنهم خلف بن سليمان، وكان متخصصا في نقط المصاحف لإتقانه علم القراءات. وهذا يدل على أن نساخ المصاحف كانوا ينقسمون إلى فئات، ف
فمنهم من يكتب الحرف، ويأتي من بعده من ينقط عن علم ودراية، وللنقط فنون وعلوم، والألوان فيها تأخذ جل المعاني، فالأصفر والأخضر والأحمر والأزورد وغير ذلك، كل منها له دلالة ووظيفة، وكل دائرة لها معنى ولها اصطلاح. واشتهر في طليطلة نصر المصحفي وابن مفضل من أهل ملقة الذي كتب 70 مصحفا كاملا، ومحمد بن حكم بن سعيد الذي أجاد في كتابة مصاحفه، وكان الناس يتنافسون على اقتناء مصحف من خطه. وأورد ابن الأبار المؤرخ البلنسي عددا كبيرا من كتبة ونساخ المصاحف من أهل بلنسيا وغرناطة في القرن 7 و8 الهجري. وتقول المصادر الإسبانية التي احتفظت بوثائق مصحفية مؤرخة 900، وبعد أن انتهت حركة الاسترداد ظل بين ظهرانين الموريسكيون الذين حافظوا على مصاحفهم وتعليمهم الديني وكتبهم ومخطوطات الأجداد التي تركوها، ولكن بقدر ما تسمح الظروف لهم وبقدر الزمن الذي كانوا يعيشون فيه. وقد قاومنا مسألة تعليم القرآن مقاومة عنيفة، وأدت أوامر التحريم المتكررة اعتبار هذا الميل جريمة، وانتهى بطرد الموريسكيين من إسبانيا. والموريسك اصطلاح إسباني أطلق على اللاجئين المسلمين، وهي مرادفة لاصطلاح المدجنين الذين استكانوا وبقوا بعد سقوط آخر دولة إسلامية في الأندلس. لقد حفظ التاريخ لنا بعضا من الوثائق والمخطوطات والمصاحف نرصد من خلالها مسيرة التطور في الرسم القرآني المصحفي المغربي، والتي تختلف قليلا عن مسيرة التطور في مصاحف أهل المشرق. وبين أيدينا وثيقة من مصحف يعود لفترة ازدهار الحضارة في المغرب والأندلس، وتحتفظ بها مكتبة الأسكوريال، وكتب على رق وهو من القرن 6 للهجرة، ونقرأ فيها من سورة المرسلات ورأس سورة النبأ والبسملة وفواكه مما يشتهون، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، إن كذلك نجزي المحسنين، ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون. سورة النبأ 40 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. نشاهد في هاتين الصفحتين طرازا جميلا لحرف متطور عن الكوفي اليابس، وفيه من الليونة ما يدل على النظرية التي كنا قد أشرنا إليها فيما مضى، وهي أن الخط المغربي تحول مباشرة عن الكوفي اليابس بعكس ما جرى في المشرق حين تطور النسخ عن خط رسائل اللين، كما نشاهد في هذه الوثيقة الحفاظ على رسم العثمانية، وهي ميزة تميزت بها المصاحف المغربية والأندلسية، فلم تخالف رسوم المصحف الإمام، وإنما بقيت محافظة عليه طيلة الزمن الطويل. كتب هذا المصحف بمداد لون بني، ووضع رسوم الشدة والسكون بلون أزرق،
وقد يتساءل المرء عن اختياره للشدة والسكون لونا واحدا. وحين نعلم أن الخطاط كان على علم بالعربية والتجويد يزول التساؤل، وهذا من توافق المبنى مع المعنى. فالشدة عبارة عن حرفين ساكن فمتحرك، والسكون ساكن هادئ، فتوافقت الشدة وتآلفت معه لأنها من ذات الصوت الخفي. ولم ينس الناسخ أن يضع حرف ميم للإدغام وبلون أزرق، وهي توحي بالسكون أيضا، ففي قوله هنيئا بما نلاحظ حرف الميم باللون الأزرق، وكذلك في قوله حديث بعده، ونشاهد في هذه الوثيقة أيضا الخلاف في الرموز المشرقية، وهي الفوارق التي نأى بها المغاربة عن المشارقة، فنقطت الفاء بنقطة من الأسفل، ونقطت القاف بواحدة، وأما الضمة فقد رسمت حرف راء بدل الواو، وهي مأخوذة من فعل رفع، وشكلت الحروف باللون الأحمر على طريقة الخليل، والفتحة رسمت مستقيمة كما وضعها الخليل ألفا مبطوحة مالت مع مرور الزمن، وأما الهمزة فقد رسمت نقطة صفراء برتقالية، ووضع كلمة مد في هنيئا رمزا للمدة، ورسم دوائر ثلاث فواصل بين الآيات، وهي مضفورة تنبئ عن بداية تطور الفن الزخرفي، ورسم حرف هاء بالذهب نهاية كل خمس آيات دلالة على التخميس، وفي الحاشية مرصعات أيضا وضع في داخلها كلمة خمس، وذهب اسم السورة بقلم الكوفي المتطور عن المحقق، ونشاهد حرف العين في أربعون مفتوحا على سنة القرن الهجري الأول، ولتبيان حرف الألف المحذوف في رسم المصحف أضاف حرف ألف باللون الأحمر لضرورة النطق السليم، وهذا ما نلاحظه في وفواكه، وكذلك وفي الرحمن. ومصحف آخر يسير على نفس النسق مكتوب على رق نقرأ فيه من سورة الأعراف ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسد في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا، إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا كتبت حروف هذا المصحف بمداد لون بني ضارب للحمرة، وخطه أندلسي مغربي، استخدم فيه الخطاط دائرة خضراء للدلالة على همزة الوصل، وهو ما شاهدناه أيضا في المصحف من قبل، ونهج فيه ذات النهج، فاستخدم الشدات والسكنات ورسمها بلون أزرق، في حين استخدم النقطة الصفراء لهمزات القطع، واستخدم النقطة الواحدة لتدل على نهاية الآية، ورسم على الحاشية ثلاث نقط دلالة على نهاية الآية. وبين أيدينا مصحف نادر جدا
صغير الحجم كتب على رق وبخط مغربي أندلسي وبالحبر البني الفاتح اللون، ويحتوي على 6 صفحات مزخرفة بشكل هندسي ونباتي، وفيه من الدقة ما يعجب له الإنسان ويتأمل فيه ساعات طويلة، يدرس حذق المزخرف وعمله المتقن تأييدا لقوله تعالى: صنع الله الذي أتقن كل شيء. وأسماء السور في هذا المصحف كتبت بالخط الكوفي المغربي وتنتهي برصائع على هامش الصفحة دائرية الشكل ملفوفة ببعضها، ونلاحظ الهامش وقد اكتظ بالأشكال وهي تحمل شكل رأس السورة ورموز الأخماس والأعشار. وفي الصفحة اليمنى وفي القسم العلوي نشاهد شارة بدء العشر الثامن، وهذه التقسيمات التي اعتنى بها المسلمون عناية بالغة حين قسموا المصحف لأجزاء وأرباع وأحزاب. وقد رسم المذهب شكل على شاكلة نافذة لتطل على العشر الثامن، وتحمل الحواشي أشكالا هندسية ضمن دوائر تحمل رمز السجدة، وقد كتبت بالذهب على أرض زرقاء. ونلاحظ في هذه الصفحات بالرغم من صغرها دقة الفن في جماليات القرآن العظيم. قرآن عظيم خط بيد فيها شفافية وتذوق لكلام الرب ينداح على الورق.